ليش ولا مرة بحياتك أخذتينا القبر بابا صالح؟ قلت لك نور؟ ما حد قال لي. أنا لحقتها وشفتها بعيني. ما عندك شي تقولي مو؟ شو تريديني أقول؟ تحكين الحقيقة. أي حقيقة؟ الحقيقة تحكيها. أي حقيقة سارة؟ حقيقة إنه أبويا طلع قاتل. إنه أنا عايشة سنين مخدوعة. تقولوا لي أبوك ميت. وطلع بالأخير من السجن. ما قدرت. ما قدرت تفهميني. كنت خايفة عليكم. أنتوا كنتوا صغار. ما قدرت أقول لكم الحقيقة. ليش نور تدري وأنا ما أدري؟ ليش تقولين النور ما تحكي لي؟ ما قدرت. ما قدرت أقول لكم الحقيقة. كنت أحافظ على بيوتكم وعلى زواجكم. تخيلي تخيلي زوجك يعرف أبوك كان بالسجن. شو حيكون موقفك أنت؟ ما من حقك تسوي هالشيء. صدقني بابا أنا ما قلت لسارة شيء بس هي اللي لحقتني. بابا أنا مصدقك بس أنت لو ما تصرفاتك كان سارة ما شكت بيك ولحقتك. زين